السلام عليكم اشتاق وعشاق الدرجة النارية. في هذا الفيديو غادي نتعرف على الطي ماكس كيفاش بدات من 2001 حتى 2021، وبالنسبة غادي نوريكم اشنو تبدل من موديل لموديل. هذا الفيديو غادي نتعرف على الطي ماكس كيفاش بدات من 2001 حتى 2021، وبالنسبة غادي نوريكم اشنو تبدل من موديل لموديل، وغادي نوريكم الالوان اللي خرجوا من 2001 حتى 2021. يلا نخليكم مع الفيديو. Let's go. في 2001 بدات تي ماكس وغيرت من المفهوم ديالها الماكسي سكوتر، حيث كانت من قبل البرغمان هي اللي شاده السوق. المهم في هذا العام خرجت بثلاثه الالوان اللي هما الصفر والجري والزرق، واللي خرجوا بها ثلاثة الألوان، وكان فيها 50 في الماكينة والسيلندر أفقي والكادر والشاصي اللي كانوا واعرين ديك الساعة مقارنة بالماكسي سكوتر اللي كانوا، واللي خلاها تكون صالحة للمدينة وخارج المدينة. في هاد العام يا مهما بدلت والو في التي ماكس، يلا زادت جوج لوان خرين اللي هما اللون الأحمر والبرتقالي. وفي هاد العام تا هو ما تبدل والو في التي ماكس من غير زاد اللون الزرق. وبالنسبة من 2001 حتى 2003 ما تبدل والو من غير اللوان. هنا الياماها بدات في واحد التغيير، الماكينه تزادت في الخيل من 40 الى 44، والماكينه ولات انجيكسيون حيت كانت كاربيراتور. الجوان تبدلوا ليهم الديكور وكبروا الجانطات، ولات 15 حيت كانت 14، والبنو زاد غلط شويه. وبالنسبه للرويضه القداميه ولاو فيها جوج ديسك ديال الفران حيت كان فيها غير واحد، والكونتور تبدل زادوا فران تاع سيكيريتي او فران الامان. هنا في 2005 اليوم زادت او بي اس وزادت اللوان اخرين بحال الزرق والاحمر والسود والجري. هنا في 2006 هنا غادي يبدلوا الاصدار الخاص بلاك ماكس الاسود مات، سر جوج ديال اللوان، والدوره تاع الجنطه كيكون فيها واحد الخط بالالومنيوم، يعني اللون تاع الالومنيوم غري، وفيهم ا بي اس. وهنا بالنسبه في 2007 بدلوا شي لعيبات في الشكمه على حسب التلوث والقوانين الاوروبيه، واللوان الجداد زادوا جوج لوان بحال الفضي والزرق. هنا كما كتشوفوا كاين واحد التحول كبير بالنسبه للموديل 2008 مقارنه بالموديلات الاخرين اللي كانوا. كما كتشوفوا الموديل هنا 2007 والموديل 2008، يعني كاين واحد التغيير اللي هو بالنسبه للكادر الصاصي ولا خفيف حيت ولا من الالومنيوم، والرويض ولات فيهم 15 يعني الرويضه تاع القدام زاد تعلات. يعني بالنسبه للريزيرفوار زادوا فيه واحد الليتر، بالنسبه كان في الاول 14 لتر دابا ولا 15. الكونتور تبدل ولا كونتور جديد. بالنسبه للوفيات ولاو كيتريكلاو من روفي تاع الفران. بالنسبه للشرج ولا كيتحلور. المرايات والباربريز ولا طالع يعني ولا عالي على الاول. بالنسبه في 2009 يعني ما تزاد والو بحال 2008، تزاد غير واحد اللي هو لون فضي. وهنا الاصدار الخاص بمناسبه العام العاشر من اول تي ماكس سبيك ايديتين، واللي خرجت في 2010 ويت ماكس اللون ابيض. وبالنسبه للشرج اللي داروا فيه جوج لوان يعني الابيض والكحل. وبالنسبه للضوء في الكونتور ولا تزاد بالابيض. وبالنسبه زادو ملصق ديال الذكرى العشر سنوات وملصق ديال سبيك ايديتين. وبالنسبه هنا موديل 2011 توك ماكس، بالنسبه هذا اللي غادي يكون اخر موديل في 2011 يعني ال 500. بالنسبه 2012 غادي تخرج ل 530، وغادي نديروا عليها فيديو بالنسبه هذا اخر اصدار ل 500 في 2011. وبالنسبة دابا الجزء الأول تاع تي ماكس 500 سالا، وكاين الجزء الثاني تاع 530 و 560. بالنسبة شحال ما مابقاش كتوصل النيفيتيكاسيون تاع يوتيوب، وبالنسبة غادي تحيد دابا أبوني وتعاود ترجعها باش بدا توصلك النيفيتيكاسيون. ونتمنى أنه يعجبكم الفيديو، ومنساش تخليو التعليق تاعكم باش نبان لكم في هذا الفيديو.